يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز مشاهدة القنوات الفضائية التي يبث فيها ما يقوم به الرافضة يوم عاشوراء والاستماع إلى خطبهم من باب مشاهدة الأخطاء والتحذير منها؟ هل يجوز هذا الأمر؟ لا يجوز هذا، لأنه ربما يصيبك شيء من الفتنة، أو أن تأثم إذا شاهدت هذا المنكر وأنت معافيك الله منه وبعيد عنه، فأبعد عنه ولا تنظر إليه، واسأل ربك العافية، ولا تكمل نفسك تقول أنا ما علي خطر، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن، فعليك أن تسأل الله العافية ولا تنظر إليهم، ولا تنظر إلى هذا الزور وهذا المنكر وهذا الشرك بالله عز وجل وهذا الباطل. نعم.